هو ده يا ولاد. اوكي هقدر اشوفك النهارده، مشغوله. ايه يا حبيبي؟ بقول لك مشغوله. يلا باي. جمالات، مش عايزه نفس. قومي افتحي الباب. حاضر. يلا بسرعه. استاذ ميدو. استاذ ميدو بتنادي عليا؟ انا استاذ ميدو؟ انا ميدو وزفت. مين يا جمالات؟ ده الاستاذ ميدو صاحب استاذ رمزي. خليه يتفضل. اتفضل. اتفضل. فين حضرتك؟ اتفضل جوه. لا معلش معلش، عشان خاطري يا رب ربنا يغفر لك كل ذنوبك، سيبيني اجري. ما تتفضل يا استاذ ميدو. طب اتفضلي حضرتك الاول. اتفضلي. اتفضل ما تخافش. حاضر. رمزي يا رمزي يا رمزي رمزي. هدى هدى، انت كويسه؟ ايه ده؟ ايه يا ساتر يا رب، بلغت البوليس ولا لسه؟ ايه في بوليس ايه وبتاع ايه ده؟ بس انا برسم. ترسمي يا شيخ؟ حرام عليكي، ده انت وقعتوا قلبي. جبلات، احترمي نفسك وانت بتموت. حاضر يا ست هدى. هيبقى عمل عظيم ان شاء الله. ايوه. دي لوحه صح؟ لا، ده غلاف كتاب. غلاف كتاب؟ كل ده غلاف؟ ده على كده كتاب كبير قوي. الموت الاخير موجود في السوق، قريته؟ لا الحقيقه انا قريت كتاب الموت اللي قبل الاخير على طول. وهو كتاب مرمي كده في السوق عريان من غير غلاف ولا ايه؟ اصل الغلاف مش عاجبني، قلت الم كل الكتب اللي في السوق واغير غلافها. هدى، ما تسيبك بقى من بيت الرعب اللي انت عايشه فيه ده. انا عايز اقولك ان انا جايب لك هديه صغيره كده. مش معقول، بس انا عيد ميلادي بعد بكره. ما انا عارف ان عيد ميلادك بعد بكره. ما هو رمزي عزمني على عيد ميلادك. دي هديه ملهاش دعوه بهديه عيد ميلادك. ده اخر فيلم نزل للمطرب فان دام. ياس، زي ما ولا حركه. البنت دي هتموت محروقه رسمي. ولا حركه يا رمزي. رمزي ما تسيبوش ده، ما تسيبوش. رقم 4 ما تسيبوش. فين الباك؟ فين الباك؟ خبر السور عميقه. حلقه الدم اللي احنا فيها دي بس نورم. ايه ده، التعبيط ولا ايه؟ بتعمل ايه؟ في راجل مرعب قاعد مع هدى تحت وانت قاعد تتفرج على الماتش. طب وايه المشكله يا عم؟ ما يقعدوا مع بعض. افتح التلفزيون ابوس ايدك. يا بني ادم ازاي تسيب الراجل ده مع اختك لوحدهم؟ يا عم مش لوحديهم، جمالات قاعده في وسطيهم. جمالات مقتوله مش داريانه بالدنيا. وبعدين الشيطان شاطر. احنا عايزين قلبت الادب يا عم. هات ريموت كنترول. هات ريموت كنترول يا اخي، ده انت ادم. خرب يا اخي. انت حاسس انك بتلعب في الماتش. شادي مش هتطلع يا شادي، مش هتطلع، مش هتطلع. هوبا. لا بقول لك ايه، ما انا مش هعرف انام في الرعب ده. وبعدين انا ما بحبش الكوره. ثالث اعمل لك ايه؟ ما تسد ودانك يا اخي. اسد وداني كده رمزي؟ واضح انك هتذلني يعني عشان حبات عندك. ايه يا عم انت هتعيط ولا ايه؟ انا هسيب لك الاوضه واروح اتفرج في اوضه ثانيه. شادي وفي القائم. وبعدين كره ميته خلاص، ميته سيب. وده في حته ميته. يا حاضري ده في حته ميته. طب سنتر بقى، سنتر بعدين بقى في حرقه الدم دي. اه اهو 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 حاضري يا كي امواه. حلو. جول. فين الباك بقى؟ ليلى اسمعيني كويس، احنا لازم نسيب بعض. تشربي ايه الاول؟ تشربي ايه الاول؟ هو في شرب بعد اللي انت بتقوله؟
انت لازم تعرفي حاجه مهمه. الموضوع ببساطه ان انا يا ستي زي ما تقولي كده بتحب هدى، مش كده؟ لا الموضوع مش بالشكل ده يعني، انا منبهر بيها. بس بقول لك ايه، انا اعصابي تعبانه، اتفضل اطلب لي نص فرخ. حاضر. متر تعالى لو سمحت. امر يا فندم. هتلاقي نص فرخه، وهات لي انا ربع بومبار وقرنين فلفل. وقرنين فلفل حرقين جامد. طعم صح. ها قولي لي، هتطلعي معانا الرحله بقى ولا لا؟ مش طالعه. ده انا اللي مطلع الرحله. عايز اطلع معاك رحله وانت بتحب الست هدى. يا حبيبتي افهميني، انا معجب بيها بس لسه مرحله الحب دي بعدين. انت عايز تجنني؟ انت عايز مني ايه بالظبط؟ انا عايز اشتراك الرحله. انا همشي على المسار اكيد. يا ليلى طب المنبار. يا ليلى خد هقول لك. ليلى خد هقول لك حاجه. يا ليلى ده مش اول جهاز ميدو يفجره لنا. طبيعي طبيعي. بكام التلفزيون ده؟ ده ب 750 جنيه. ليه؟ كام بوصه؟ كان 14 بوصه. 750 على كان 14 بوصه؟ تبقى البوصه واقفه. لا اسعاركوا غاليه قوي. دي اسعار حكوميه وعليها ضريبه مبيعات. ليه يا ميدو؟ ليه البهدلة دي يا ميدو؟ هتدفع ولا احبسهولك وتروح تزور انت ولادك في ابو زعبل؟ طب بقول لك ايه؟ انا عندي تلاجة 14 قدم استعمال حريمي، ما تاخد لك 10 قدم وسيب لي 4 نشرب منهم من اول عيال. وانا بجهز عروسة يا جدعان. انت عصبي ليه يا استاذ؟ الكلام اخد وعطى، اتفضل. ايه ده؟ ده 50 جنيه. اتفضل. ايه ده؟ طلب بتقسيط بقيه المبلغ. امال انا ميدو. اديني اماره. اماره ازاي يعني؟ وريني بطاقتك. بطاقتي ايه؟ انت شايفاني علشان تشوفي بطاقتي؟ ما هو حضرتك اللي هتقراها لي. ابوكي جوه؟ لا بابا مش هنا. والله هتلاقيه هنا وانت مش شايفاه. بس في واحد عريس قاعد جوه. وازاي تدخليه ومفيش حد في البيت؟ طب ما هو ابوكي اخويا اللي اداله الميعاد، وبعدين هو مش موجود. ليه راح فين ابوكي؟ تقريبا كده طلبوه في المعهد عندك. طلبوه في المعهد؟ يا نهار اسود ومنيل. طب كان في النضاره بتاعتي هنا. دور عليها. النضاره الاستبيان الثانيه. هي هي خلاص 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 لقيتها لقيتها. طيب روحي انت اعملي لنا شاي وانا هخش له. من عيني. ايوه كده. الصوت ده مستحيل مستحيل. معلش اصل المفصلات بتاعت الباب تلاقيها متنشنه شويه. انا عارف. لا 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 ارجوك ارجوك ارجوك. معلش معلش انا اسف. اصل البيبان انت عارف البيبان القديمه بتاعت زمان كانت يعني عتاقي شويه، والباب ضرفتين زي ما انت شايف، والضرفتين بيبصوا على الصاله. ايه الوقعه السودا دي؟ اهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. الشاي يا ناس. ليه 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 بتعلي صوتك ليه ليه كده ليه؟ ايوه ما هو حضرتك اصله ناهد مش جنبي، لازم يعني اعلي صوتي عشان تسمعني. ما تتصورش انا اعصابي تعبانه قد ايه. طيب يعني تحب حضرتك اهدي لك النور شويه او اطلب لك دكتور او حاجه؟ انا بخاف من الضلمه، انا اعصابي تعبت عشان عملت 8 عمليات زرع عصب في نافوخه. الله يكون في عون حضرتك، يعني انا اسف. معلش. طيب طلبات حضرتك ايه؟ لا 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 لا. اهدى 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 اهدى، مفيش حاجه، ده الشاي. اهدى بس اهدى، عندي اعصاب. ميرسي يا ناهد. ها كنا ايه يا ناهد؟ لا انت هتقعدي ولا ايه؟ عيب، روحي اوضتك. اسمه كلام. لا لا معلش 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 معلش. ها يا سيدي. حضرتك اخو ناهد؟ ايوه انا اخوها. طلبات حضرتك ايه بقى؟ انا ماليش طلبات، انا فنان مبدع. ممثل يعني؟ لا نقاش، وعندي عدتي وفرشتي ورولتي. نقاش؟ طب يا ريت بقى نتكلم شويه على امكانيات، يعني الشقه والعفش والمهر والحاجات دي. لا حضرتك ما عنديش الامكانيات دي،
ما عنديش فلوس، ما عنديش الحاجات دي. مال حضرتك بقى جاي تتجوز برولتك ولا ايه؟ والله يا حضرتك موافق، خير وبركة، كسبت فنان مبدع. رافض؟ ما تفرقش معايا، مش أول مرة ترفض. يا سلام. أبجد؟ رد 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 حاضر رد بسرعة رد رد. ألو يا عزوز. أنا في البيت. لا معلش، اصل عندنا عريس اعصابه تعبانه شويه. وطي صوتك ابوس رجلك. اوكي اوكي انت ليك عين تيجي هنا بعد ما بوصل العربيه وفجرت التلفزيون؟ اسف يا بابا ما كانش قصدي. اسف يا قليل الادب يا كلب يا حيوان. وطي صوتك وطي صوتك. انت مالك انت؟ مين ده؟ اكيد صاحبك وفزان زيك. لا يا بابا ده واحد ملمس خالص. ملمس يعني ايه؟ فظيع فظيع. احترم نفسك بدل ما مد ايدي عليك. ده اعصابه تعبانه قوي. اعصابه تعبانه على روحه يا بابا. مش عليا انا. ده عريس ناهد اللي انت مديله ميعاد النهارده. انت مش موافق؟ انت بره بره برا. انت مؤدي صوتك برا. استغفر. ليه كده ليه كده ليه؟ انت هتقعد حاط رجلي على رجلي قدامي؟ يا بابا انا فاكرك خرجت. خرجت بتطردني من بيتي يا ولد. لا يا بابا انا ما قلتش كده. اسف انت بتوقعني في صدري. ما هو اهو اسف. دماغك ايه يا بابا؟ بتضربني بالدماغ. ده انا هقطع. لا لا بقى وطي صوتك بقى ارجوك وطي صوتك. انا هقول خد خد اقطع مين دلوقتي؟ يما كفايه اكل خضره بقى. مش الدكتور قال لك خف منها؟ يا اخويا ده انت ايامك سودا يا اختي. قبيله خالص يا اختي يا بطه يا اختي. بقول لك ايه يا عزوز؟ ايه؟ شفت لك منام اسمه زي وشك. انت هتتجوز يا واد؟ انا هتجوز ياما. وهتبقى مين العروسه بقى؟ ايه رايك في نهد اختي ميدو؟ بس انا خاف اتقدم لها ويرفضوني واخسر ميدو صاحبي. ليه؟ ما انت معاك دبلومه قد الدنيا. ايوه بس ابوها طالع فيها حبتين. شوف لي انا الموضوع ده. المهم انت موافق عليها؟ طبعا موافق ياما. نهد بنت ناس وطيبه ومتربيه، وموضوع النظارات والنظر ده مقدور عليه. بس انا سامع ان جالها عريس ورفضوه. بس ياما الجواز محتاج فلوس كتير ومصاريف، وانا مش ناقص حرق الدم. مالكش دعوه، ربنا يسهل. يعني هتساعديني ياما؟ منين يا حسره ياما؟ ما المكافاه بتاعت ابويا الله يرحمه موجوده كلها، وما صرفتيش منها حاجه. عشان الاخضر اذا رخصتي ده معايا منهم مليم احمر. طب ما تدعيش على نفسك لربنا يستجيب منك وتخضري مني بجد وما اعرفش اتصرف فيكي. ما تفكي كيسك وطلع تحت البلاطه. ايوه ياما بس محتاج له مساعدتك برضه. خلاص لما يوافقوا الاول. يا رب ياما يرزقك بفدانين خاص تجري فيهم وتاكلي لحد ما تشبعي. قادر يا كريم يا رب. تتكلم يا واد. تتكلم انت يا ماما. ما تتكلم يا بابا. اتكلم اقول ايه؟ انا فاهم حاجة؟ في امانة عندكو وجايين ناخدها. امانة ايه؟ انت عملت ايه يا واد تاني؟ والله يا بابا ما عملت حاجة. امانة ايه يا اما بس انت جاي تفك وديعة؟ عم صابر يعني الامانة دي تبقى ناهد وانا جاي اخطبها ان شاء الله يعني. وانت عرفت ناهد امتى؟ انت يا عم صابر ده انا ساكن قدامكم بقالي 25 سنة مش هعرفها ازاي. ما خدتش بالي منك خالص. مالكش طلة؟ والاستاذ شغال فين؟ في الكشافة؟ لا يا عم ده انا ضابط امن. وانت ايه رايك يا ميدو في امكانياته ووضعه المادي شكله طريقة كلامه؟ والله يا بابا اللي انا عارفه ان هو راقد له على قرشين كده. والقرشين دول يستروا اختك في الجواز؟ هو حتى لو ما حصلش احنا ممكن نقلبه في القرشين دول. تقلب ايه يا بيلي؟ بهزر يا بابا بهزر والله بهزر. يلا ارجع. حاضر حاضر. عموما يا بابا احنا مش هنلاقي احسن من عزوز. مبدئيا انا ما عنديش مانع بس ناخد راي نهدي الاول.